بترجاك رجاء حار يا بديع، هذا الكلام ما بيصير. قد ما كان الدكتور ما بيفهم، ما بيجوز الا يعرف اذا كان معك شيء ولا لا. يا ابو نجيب، الدكتور اللي سمعته بالراديو انا دكتور بيفهم ومعترف فيه عالميا وحكى الاعراض كلها، ما تقلي الدكتور اللي عمل لي التخطيط افهم منه. طيب روح لعنده فرد مره، ما بتعرف اسمه؟ بعرفه وبدي روح لعنده، بس بكره. وليش بكره؟ دق الحديد وهو حامي. ايش دق الحديد وما دق الحديد يا ابو نجيب؟ دق الحديد بده مصاري، بعدين كل تخطيط بده 800 ليرة. وإز المصاري بتجي مثل ما بتروح، بس البني ادم اذا راح ما عاد يجي. بدي مسك. لا لا عمي ابو نجيب، بلاها انت منتوف اكثر من بلاها بلاها. لك مسك، اليوم مستلم راتبي مسكه خلاص. ابو نجيب وكتب سوسن؟ اذا سوسن رسمت بالبكالوريا بتعيدها، اما بديع لا قدر الله اذا اجته شنطه بيقدر يعيدها. مسك مسك بدي اخذهم مسك. معلش عمي ابو نجيب بلاها. مسك خذهم، انا اليوم مستلم راتبي، خذهم. بلاها بلاها ما بدي. لا تعلي لي قلبي بتتحيوان. مسك خذهم ولا ولا احسن ما تخاف بالنار واقوصك هلا هلا. انت ام نجيب قومي لشو، خلينا نمرنا دقيقتين على مدام بوران وابو جدعان يشق عليهم، وهلا بتروح بتخطط وبتجيب لي النتيجه، انا مستنيك. هوا 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 هوا. لهلا ما ركبتوا شبك على الشباك؟ سيدي ليش ما نركب شبك على الشباك؟ ما عندنا شيء يسري يا حسره. ليش شو مفكره ما في غير حراميد بنوب بالعالم؟ اقروا صفحه الحوادث، حتى الغسيل عم ينسرق. وبعدين مثل ما في حرامية أكابر هدول تبعون النهار، في حرامية جربية تبعون الليل، الغسيل عم يسرقوه. هذا الدور الفؤاني لازم تغيروه، لأنه بضربة وحدة من حرامية الليل تعين الصراصير بيجي الحرامية.